أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبدأ اليوم بإذن الله محاضرة سيكولوجي بتختص بالديفلوبمنتال سيكولوجي، وهنختص الإنفانسي الرضاعة والتشايلدهود اللي هي الطفولة. والحقيقة إنه يعني مؤسسة علم الديفلوبمنتال سيكولوجي هما جان جاك روسو، طبعا ده مفكر فرنسي معروف وكان في منتصف القرن الثامن عشر، ومعه جون واتسون. بعد كده الحقيقة ساهم إسهامات كبيرة اللي هو إريك إريكسون ومعاه زوجته، وده الحقيقة قسموا مراحل النمو إلى 8 مراحل. أنا الحقيقة عاوز أقول الأول شوية نقاط صغيرة. إيه الفرق بين developmental psychology و social psychology؟ تأثير التصرفات الحالية على يعني على المستقبل، هذا developmental psychology، إنما تأثير التصرفات أو الأحداث الحالية على التصرفات الحاضرة ده سوشيال سايكولوجي. يعني الأحداث هتؤثر في التصرفات المستقبلية ديفلوبمنتال، الحالية أو الحاضرة هذا سوشيال سايكولوجي. والحقيقة بحب إنه على وجه خاص الطالبات لكلية الطب اللي هم بإذن الله هيبقوا أمهات المستقبل، يعني ياخدوا موضوع الديفلوبمنتال سايكولوجي ده مش بس كمادة للامتحان، ولكن ايضا لانها مادة مهمة جدا عشان نعرف ازاي نربي اطفالنا. لان حقيقة الامر ان احنا يعني بـ 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 بننقش بننحت بـ بنصنع اطفالنا، اما طفل صالح او طفل طالح. ده بدراسة متأنية للديفلوبمنتال سايكولوجي. دي مقدمة كان لابد منها، ونبتدي بعدها بإذن الله بال developmental psychology. developmental psychology، وإحنا أعتقد دلوقتي في المحاضرة التاسعة من السيكولوجي. ما معنى developmental psychology؟ developmental psychology هو ال study of how and why human beings change over the course of life. يعني هو دراسة how، ازاي احنا بنؤثر وبنصنع ال human beings بيتأثروا over the course of life. ال developmental psychology concerned with three major changes اللي هم التغيرات الفيزيكال البدنية والكوجنيتيف في الادراك والسوشيال اللي هي التصرفات الاجتماعيه. يبقى الديفلوبمنتال سايكولوجي بيعتني بدراسه 3 تغيرات اساسيه: فيزيكال، كوجنيتيف، اند سوشيال. نبتدي النهارده باذن الله في هذه المحاضره التاسعه هندرس الانفانسي اللي هي فتره الرضاعه، وهندرس التشايلدهود اللي هو الطفوله. نبتدي بالانفانسي. احنا عندنا على العموم، عشان قبل ما نبتدي، هما هناخد 5 مراحل للنمو: الانفانسي الرضاعة، التشايلدهود الطفولة، الادوليسنس نمرة 3 المراهقة، الادلتهود اللي هو البلوغ، وبعدين الاولد ايج اللي هو الشيخوخة. احنا النهاردة هندرس 2، وبإذن الله في المحاضرة القادمة هندرس 3. فنبتدي بالانفانسي ونعني بيها الفيرست 2 ييرز. فنبتدي بنقاط 4 في مقدمة. إن بماذا يتميز الهيومن إنفانت؟ بأنه needs more support، يحتاج إلى رعاية أكثر مقارنة بأذر ماميليان إنفانتس، اللي هم الرضيع لسائر الثدييات. يعني الإنسان
الرضيع للإنسان يحتاج إلى رعاية أكثر. طبعا مين اللي هيديله هذه الرعاية؟ ده completely dependent on the mother، على الأم، أو المذر سبستيتيوت، الأم البديلة. حتى أنا ربطت لك النقطتين ببعض، يبقى عاوز مور سبورت اللي هيقوم بيها هو الأم أو الأم البديلة. طب ناخد النقطة الثالثة والرابعة مع بعض. طب في هذه الفترة هيعمل إيه؟ هيأكواير، يعني هيكتسب الأبيليتي، المقدرة. بنهاية السنة الثانية هيبقى عنده مقدرة على الووك، يمشي. خد بالك في 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 عدد كبير من الثدييات بينزل الرضيع قادر على المشي، إنما إحنا المشي هيحصل في السنة الثانية، يعني في الشهر الخمستاشر بيمشي الرضيع اللي هو للإنسان. وبعدين الابيليتي تو توك، إنه يتكلم، وكنترول هيز سفينكترز، ويتحكم في السفينكترز، أي في التبرز والتبول. ده في 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 السنة الثانية. طب هذا الماتوريشن ديبينز على إيه؟ ديبينز على حاجتين كأي حاجة: الوراثة والبيئة، هيريديتري أند انفيرومنتال فاكتورز. دي كانت مقدمة من أربع نقاط، إن الهيومن إنفانت يحتاج إلى مور سبورت مقارنة بسائر الثدييات. هذا السبورت بيديهوله الأم أو الأم البديلة، وفي السنة الثانية بيكتسب مقدرة الكلام والمشي والتحكم في البول والبراز، وهذا يعتمد على الوراثة والبيئة. نيجي بقى موضوع مهم جدا بيجي في النظري، وهو الأديواليزم، ومعناها اللا ثنائية. ديوال يعني ثنائي، أديواليزم يعني لا ثنائية، انه الانفنت والاكسترنال وورد، الرضيع والعالم الخارجي، ونعني به خاصة الام هي اقرب واحد لهذا الرضيع، بيتميز بايه بقى؟ انه نو ديوال سنس، يعني الرضيع نو ديفرنشيشن، لا يستطيع التمييز ما بين نفسه والعالم الخارجي الاوتسايد وورد ممثلا في المذر. وشوف دي حاجة رائعة من روائع الخلق والخالق لوحدانية الرضيع مع الأم عشان يبقوا لحمة واحدة. تصور الطفل لا يستطيع تمييز إيده من إيد أمه، يعني هو أمه حاجة واحدة. شوف الروعة في 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 التلاحم ما بين الرضيع والأم. No dual sense، لا إحساس ثنائي، لا تفرقة بين الرضيع السلف وبين الأم. No self awareness، وحتى ديك مثال، يعني كيف لا يميز الرضيع من أمه، عن نفسه عن أمه، يعني لما يشد شعره يشد شعر أمه ما يعرفش ده من ده. No self awareness، لا إدراك خاص، ما فيش conscious feeling of the external objects للأشياء الخارجية، as separate entities of his body، عن جسمه، يعني يبقى مش عارف ماسك ألم في إيه، في 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 يده، ما عرفش الألم من صباعه. يبقى لا يميز نفسه عن أمه، no dual sense، ما عرفش إيده من إيد أمه، شعره من شعر أمه، ولا يميز، no self awareness، لا يميز الأشياء الخارجية من نفسه. طيب بعد كده يحصل إيه؟ gradually بقى هيبتدي explore، يكتشف جسمه، إن جسمه لا يختلف عن جسم أمه، يختلف على الأشياء الخارجية. عن طريق إيه؟ عن طريق using sensation، الإحساسات والموتور activities. وده هيبان من الشهر السادس للسنة الرابعة، حتى في بعض المراجع يكتبوها بعد 15 شهر في المتوسط. يعني start learning the limits of his body، حدود جسمه، من يتبع جسمه ومن لا يتبع جسمه، يتبع جسم أمه، من يتبع جسمه ومن يتبع الإكسترنال objects. هيبتدي distinguish، يميز ما بين his body والoutside world. إزاي؟ بالmethod of trial and error، by both sensations and motor activities. وبدي مثال لطيف قوي، هو إزاي هيعرف إن ده شعره من شعر أمه؟ إنه لما يشد شعره يحس بألم ويبكي، لكن يشد شعر أمه مش حاسس حاجة. يبقى إذن اللي بيؤلمه ده شعره، الذي لا يؤلمه ده شعر أمه. يعض ايده يحس بألم، يبقى دي ايده. يعض ايد امه لا يحس بألم، يبقى دي مش تبعه، تبع الام. يبقى عن طريق الميثود اوف ترايل اند ايرور بيقدر يعرف من يتبع جسده ومن لا يتبع جسده، يقدر يعرف
الليميتس اوف هيز بودي، وطبعا عن طريق الموتور اكتيفيتيز انه ما بيدي سيجنال مين اللي بيتحرك ايده، لكن يد الام لن تتحرك، فعرف ان دي تبعه اللي بتأتمر بالموتور سيجنالز ودي تبع ام. وبقول هنا حاجه لطيفه، تملي كان يجي بعض الامهات يعني يقولوا لي ان الطفل بيقعد يشد في شعره ويعيط، ما هو مش عارف ان هو ان هو اللي بيشد شعر نفسه. حتى اقول لهم ان علاجها بسيط جدا، ان احنا نلبس البيبي ده جوانتي، فطبعا ما يعرفش يمسك شعره كويس فما يعرف فما يتالمش لما يشد. دي ظاهره جميله وسؤال نظر جميل، هو الاديواليزم اللاثنائيه، انه لا يستطيع الرضيع تمييز نفسه من عن امه، السلف من المذر لا يستطيع تمييز نفسه من الاكسترنال اوبجكتس، هل ده صباعه ولا ده الم في ايده. وبعدين يبتدي اكسبلور حدود جسمه عن طريق زي ما قلنا السنسيشنز والموتور اكتيفيتيز، وده بالترايل اند ايرور. لما يعض ايده توجعه تبقى دي تابعه، يعض ايد امه ما توجعوش يبقى دي مش تابعه، يشد شعره توجعه، يشد شعر امه ما فيش الم يبقى ده مش تابعه، يدي سيجنال اللي يتحرك يبقى تابعه، اللي ما يتحركش يبقى مش تابعه، يبقى بالترايل اند ايرور اوف بوث سنسيشنز اند موتور اكتيفيتي. ويحدث هذا قلنا ما بين الشهر السادس للسنة الرابعة، إنما في بعض المراجع اكتبوها عند 15 شهر. طيب ننتقل للجزء الثاني بقى، الأديواليزي قلنا ده سؤال مهم، complementary aspects of development، يعني أوجه التطور. هناخد أربع أوجه التطور في الإنفانت. أول حاجة السنسوري ديفلوبمنت، التطور في الإحساس. الطفل بيتميز في البداية برو سنسيشنز، إحساسات غير دقيقة. First respond only to very strong stimuli. Infant بيستجيبوا، الانفانتس الرضع بيستجيبوا respond only to very strong stimuli. يعني لن يستجيب لهمسة كصوت، لكن يستجيب لصرخة. ومن الغرائب والحاجات الجميلة جدا انه بيprefer الhuman stimuli. يعني تصور لقينا أكثر صوت يستجيب لي الطفل هو صوت البشري، خاصة صوت أمه، سبحان الله. أكثر حاجة يشمها الطفل ويتأثر بها الهيومن ميلك مش اللبن الصناعي. أكثر حاجة تأخذ انتباهه في الفيجن هو وجوه البشر، يعني أكثر استيميلاي بتأثر فيه هو الهيومن استيميلاي. طيب تاني نقطة، بيبتدي الطفل ده ميك سيمبل اسوشيشن، يعني ارتباط بسيط ما بين الاحساس different sensations والسيم objects or living. فتصور الطفل فعلا بيقدر يميز امه، لما تشيل امه وتشيله سيدة اخرى رائحة الام بيعرفها، بيعمل سيمبل اسوشيشن، ربط بسيط ما بين الاحساسات وبين الاوبجكتس او الليفينج. طيب نمرة ثلاثة، then learns a name or a word as steps of mature perception. يعني يعرف لما نقول ماما يبقى نقصد بها هذه السيدة اللي هي أمه، أو ممكن تبقى مش لازم يعني، ممكن يبقى name اسمه، ممكن يبقى كلمة زي كلمة ماما أو أمبو يبقى هيشرب، فده as a step of mature perception. نيجي نمرة أربعة، then understands the individual properties، يعني انه الخصائص لكل شيء على حدة، لكل شيء على حدة، which proceeds from simple to complex، من البسيط الى المعقد، من العام الجنرال للسبيسيفيك للخاص، من الفيج الغير واضح للكلير. وهنا واحد يقول لي اديني مثال، قبل ما اديك المثال هكمل بس النقطة الخامسة واقول المثال بتاعها، انه نمرة خمسة والأخيرة، في increased clarity، وضوح is a step in conceptual development. conceptual يعني التطور العقلاني. نيجي عاوزين نفهم مع بعض الكلاريتي، التطور العقلاني ده conceptual development، كنا قلنا انه بيتطور من simple للcomplex، من general specific. بمعنى ان كلب هوهو او يعني نبح على نباح كلب على طفل، فطبعا الطفل انزعج وعيط،
فخد قرار انه الكلاب وحشه. طب ده حاجه جنرال، لكن بعد كده لما تطور في تفكيره اكثر يفهم ان لا، في كلب وحش اللي هو بينبح عليه، وفي كلب حلو اللي هو بيحط ايده عليه وما بيضايقوش بحاجه. فبيتطور تفكيره من انه في انديفيديوال بروبرتيز، ليست كل الكلاب وحشه، لا في كلاب وحشه وفي كلاب كويسه. انما في الاول كان بيربط انه الكلب وحش خلاص، انما من تطور من السيمبل للكومبلكس تفكيره، ان السيمبل ان كل الكلاب وحش، اي كلب يشوفه يخاف منه. بعد كده قلنا لا، الكلب ده وحش، لكن الكلب ده حلو، اللي نبعه عليك ده وحش انما ده كويس. من الجنرال للسبيسيفيك، من الفيج للكلير، وده اللي بنسميه اللي هو كونسبتوال ديفلوبمنت، اللي هو النمو العقلاني. نيجي بقى نمره 2 في التطورات الاربعه، يبقى خدنا السنسوري، ناخد نمره 2 الموتور ديفلوبمنت اللي هو التطور الحركي. الفيرست موفمنتس، اول حركات لما يولد الرضيع بيبقى فيج، يعني مش واضح ليه عمل، وانكوردنت غير متوافقه. عند 5 شهور يقدر يفتح بقه ويقفله، الماوث اوبن اند كلوز، الاي بولز وينجز يعني يقدر يقفل عين واحده يغمز يعني بعين او رال، الليجز والاربز الايد والرجل تتحرك، الهاندز يقدر يجراسب، الجراسب ريفلكس. طب عند 28 اسبوع يقعد، يبقى ده كلام مهم عشان نقدر نعرف هل الطفل ده بيتطور بصوره طبيعيه ولا غير طبيعيه، كلام مهم جدا، قلت خاصه للطبيبات اللي هم امهات المستقبل. الطفل مفروض عند 28 اسبوع اللي هو تقريبا 7 شهور او 6 ل7 شهور، لان طبعا الشهر ما هوش 4 اسابيع، 4 اسابيع ونص، sits for a short time without support. طب في الاسبوع ال40 stands with help، يقف واحنا ماسكين ايده كده with help. عند سنه يقدر يقف for a long time. طب عند 15 شهر walks، يقدر يمشي. وفي الحاله دي خد بالك بقى، لما يبتدي يمشي يبقى بدل ما هو الانفايرمنت يعني محدوده جدا اللي حواليه وهو قاعد، لما يمشي بقى هيجول واصول في الـ في الـ في الـ في الشقه، فهيبقى في وايدر انفايرمنت، دي هتساعد انه اكسبلور، يتعرف على اشياء كثيره. يبقى خدنا السنس ديفلوبمنت وخدنا الموتور ديفلوبمنت، ادي اول 2. نيجي بعد كده ناخد الانتر بيرسونال ريليشنز اللي هو العلاقه مع الاخرين with others. طبعا اساسا مين قلنا؟ الام، المذر، او المذر سبستيوت، الام البديله. ايه اهميه العلاقه مع الاخرين؟ دي مهمه جدا، لان الانسان كائن اجتماعي، سوشيال كرييتشر، كائن اجتماعي. التعامل مع الاخرين هو ده اكتر حاجه بتعمل له نمو. فهنا with this help develops a system of habit pattern، يعني بالتعامل مع الاخرين بيتعلم system of habit pattern important for successful life، مهم ليه؟ نجاح الحياه. حتى واحد يقول لي طب ادينا مثال حلو، ايه الهابت باترن دي اللي هيتعلمها ومهمه فور سكسسفول لايف؟ انا بدي مثال لطيف قوي اهو، ارسم لك بيبي قاعد على بوتي يعني على القصريه، فاحنا بنبتدي بعد سنه كده ولا حاجه نقعد بيبي على القصريه عشان خاطر ما يعملش على نفسه، نقول له يلا فبنعلمه هابت باترن، انه بدل انه يعمل يتعلم كيف يتبرز وكيف يتبول، ديفيكيشن اند يورينيشن. وحتى البوتيز الجديده الاصريات الجديده دلوقتي لما تنزل البراز او البول فيها تلاقيها تضرب مزيك، فالطفل كل مره يبقى عاوز يعمل عشان خاطر يسمع هذه الميوزك. يبقى الانتر بيرسونال ريليشن ده، لان الانسان كائن اجتماعي بطبعه، تعامله مع البشر خاصه مع امه اللي هو المذر بيتعلم هابت باترن مهمه فور سكسسفل لايف، وادينا المثال اللي هو الديفيكيشن واليورينيشن في البوتي. طب ايه الكاركترستكس اوف ذيس ريليشن شيبس؟ نو كنترول اوفر هيز امبلسز، يعني ما يقدرش يتحكم في الامبلسز بتاعته، يعني لو جعان، لو هانجري، هي ريكوايرز ايميديت فيدينج، لازم ناكله، مش هيقعد يعيط لحد ما ياكل. ما ينفعش زي واحد كبير لما يبقى جعان نقول له استنى شويه الاكل ما خلصش، الاكل لسه على الـ على الـ على البوتاجاز. هو ما ينفعش في الطفل، هو عنده نو كنترول اوفر هيز امبلسز، يبقى هانجري يبقى عاوز ايميديت فيدينج، ده غير الكبار. 2 الفيلينجز ار فيري ريال اند جينيون، يعني ادام بيعيط يبقى متضايق، بيضحك يبقى مبسوط. احنا عندنا في الكبار مش كده، احنا ممكن حضرتك تقابل واحد تبقى مش طايقه وتضحك عادي قوي قصاده، يبقى انت ما تظهر غير ما تبطن،
في الاطفال ما فيش كده، حتى بيقول براءه الاطفال جينيون يعني حاجه حقيقيه مخلصه. الفيلينجز ار فيري ريال، يعني متضايق يبقى فعلا متضايق، بيضحك يبقى فعلا مبسوط. نمره ثلاثة ان هو هيلبلس اند ديبندنت، يعني يحتاج لا حول له ولا قوه، هيلبلس ويحتاج معتمد ديبندنت يعني يعتمد على الاخرين. وبعدين ريزيست موديفيكيشن، صعب انك تعدل تصرفاته، وبهذه الصوره يبدو سيلفش او ستبر، اناني او عنيد. واحد يقول لي اديني مثال هنا، يعني ايه ريزيست موديفيكيشن؟ يعني الطفل ماسك في حاجه تقول له هاتها، لا مش عاوز ياخدها، مش عاوز يديها لك، وماسك فيها، طب اديها للطفل التاني، لا ماسك فيها، فيبدو ان هو سيلفش اناني او عنيد ستبر. لكن انا بقول دي في حاجه لطيفه للامهات، لو عاوزه تاخدي حاجه من طفلك وتديها لطفل اخر او تاخديها عموما لانها خطره عليه، هو شغال نظام احمد عدويه، سيب ولا سيب، يعني عشان تدي تاخد منه حاجه تدي له حاجه، دي الطريقه. يبقى تقول له هدي وخد دي، انما هدي بس على طول لا، ريزيست موديفيكيشن. يبقى ده الكاركترستكس اوف ذيس ريليشن، نو كنترول اوفر هيز امبلسز، جعان لازم ياكل، عطشان لازم يشرب، هيقعد يعيط لحد ما تاكله او تشربه. الفيلينجز ار فيري ريال، ما يبدي هو في الظاهر هو ما يبطنه. وبعدين هيلبلس اند ديبندنت نمره ثلاثه، وبعدين ريزيست موديفيكيشن، وبهذا يبدو سيلفش او ستبر. نيجي بقى ايموشنال ديفلوبمنت نمره اربعه والاخيره في الانفانسي. افتر بيرث عنده ديفيوز اكسبيرينس، يعني غير واضح، of pleasant state or distress. تبص كده للرضيع تقول ده مبسوط او distressed متضايق، بس ديفيوز ما تقدرش تحدد ليه بالظبط هو مبسوط او متضايق. طب نمرة اتنين، الفيزيكال يبدي فقط الفيزيكال component of distress that is not anger، مفيش غضب or fear. يعني كل واحد فينا بيبقى الايموشنز تنقسم الى جزئين، جزء بيبدو على بدنه على تقاسيم وجهه انه متضايق، وجواه كمان متضايق، انما الطفل الرضيع مش كده، لا يبدي غير الجزء اللي هو الفيزيكال كومبوننت اللي هو الجزء الخاص بالبدن، لكن جواه ما فيش غضب حقيقي، جواه ما فيش خوف حقيقي. وهتقول لي نسبتها ازاي دي؟ انه سهل جدا هو غضبان انك تديله لعبه يتحول يضحك وكأن ما فيش حاجه خالص، يبقى اذا هو ما كان يبديه في بدنه لا يعكس الداخل. وبعدين نمره ثلاثه primitive love with mother، يعني الحب الابتدائي مع امه، وده يبقى في صوره ايه؟ في صوره شيئين، السوشيال سمايل، امه تضحك له يضحك لها، وجيف اند تيك ريليشن، تدي له حاجه وتاخد منه حاجه، يعني يتبادلوا الاشياء، يبقى في primitive love. نيجي في الشهر السادس نمره اربعه في البايتنج، العض ده فيرس بيبقى لللافد بيرسون. عارف الطفل بياخد البليجر في اول سنه من فمه، يعني تصور ادي الطفل اي حاجه اول حاجه تروح ياخدها على بقه ويقعد يعضعض فيها. عشان كده حتى الشركات معظم الالعاب اللي بتعملها للطفل الرضيع في الشهور الاولى بتبقى من المطاط، وياخدها كده يقعد يعضعض فيها ويبقى مبسوط جدا. فهو لانه لما بيعضعض بيحس بانبساط، بيتصور لما يعض دي حاجه حلوه، فامه عشان يكرمها مش هو بينبسط لانه بياخد البليجر من فمه، يعمل بايتنج لللافد بيرسون، يعني يعضعض في ايد امه مع ان دي بيقلب الام، ظنا منه ان هو كده بيبسطها، هو مبسوط بالعضعضه، يبقى امه المفروض تنبسط. ذن يتعلم بقى ان بعد شويه امه تقول له لا ما تعضش عيب، يتعلم ان دي اجريسيف تول، ان دي اله عدوانيه اللي هي العض. في الشهر التاسع يبقى عنده سيلف اويرنس، يعني يقدر يميز نفسه من الاخرين، وبالتالي تبتدي الجلسي اللي هو الغيره، يعني يبقى مثلا امه تقعده على اللاب على فخدها على خلاص، ويبقى عاده طفل ثاني على الفخذ الاخر، تبص عمال يزق فيه عاوز ينزله لانه حاسس هو غير ده، عاوز هو ياخد رعايه امه بس. يبقى سيلف اويرنس تؤدي الى الجينس اللي هي الغيره. باي ذا اند اوف سكند يير في حاجه اسمها الامبيفالنت اتيتيود، اللي هو مشاعر التناقض او موقف التناقض، يعني يحب ويكره نفس الشيء في ذات الوقت،
تقول له بتحب بابا؟ اه عشان بيفسحني ويجيب لي حاجات حلوه، ده في نهايه السنه الثانيه. تكرهه؟ اه عشان بيضربني، عشان بيزعق لي. يبقى بيحمل مشاعر متناقضه، امبيفالنت اتيتيود، تجاه الاب يكرهه ويحبه في ذات الوقت. نيجي بقى الويننج اللي هو الفطام. طبعا تخيل طفل بيرتكن الى صدر امه وبياخد منه الرضعه ومبسوط وبيتصور الرضعه دي تبيان للحب والترابط ما بينه وبين امه. فجاه امه تشيله من على صدرها عشان خاطر تبتدي تعمل له فطام. فلازم الفطام ده يحدث بالتدريج، handled with care، وبعنايه. ليه؟ لانه may disturb satisfaction، الاشباع واللاف ريليشن. هو بيتصور مش ان امه بتفطمه لمصلحتها، انها خلاص بتعاقبه وشالته من على صدرها. طب ممكن يبقى disturbed، هو هي كرهته ولا ايه؟ ده ممكن يديسترب اللاف ريليشن وما يبقاش عنده satisfaction. فلازم الويننج ده، الفطام، نعمله بصورة متأنية متدرجة يعني باهتمام، عشان الطفل ما يعملش لي disturbance في love relation أو في satisfaction. كانت هذه هي مرحلة الطفولة، آسف الرضاعة، وننتقل إلى مرحلة الطفولة. قلنا الطفولة اللي هي أول سنتين، الرضاعة بقى الشايلدهود دي بتبقى من سنتين إلى 12 سنة، وعليها أن نقسمها إلى مرحلتين. البري سكول بيريود اللي هو قبل دخول المدرسة اللي هي من سنتين لست سنين، والسكول بيريود انت عارفين الأطفال بتدخل المدرسة ابتدائي سنة أولى ابتدائي عن ست سنين، من 6 ل 12. يبقى الطفولة من 2 ل 12 سنة هنقسمها إلى بري سكول بيريود من 2 ل 6 وسكول بيريود من 6 ل 12 سنة. طب تعالى نشوف البري سكول بيريود المميزات الأربعة فيها. تخيل الطفل بقى بعد سن سنتين بيحصل عنده رابيد انكريس في المينتال والفيزيكال أبيليتيز، يعني نمو بدني وذهني سريع. طب دي تؤدي لإيه بقى؟ إن الطفل بدل ما كان بيحتاج ديبندنت على المذر، ينتقل من الديبندنسي، من الاعتمادية إلى الاندبندنسي، إلى الاستقلالية. وفكر فيها، طفل فوق سن سنتين، 3 سنين، 5 سنين، يقدر يلبس نفسه، يقدر يعمل أعمال بروحه، يشرب بروحه، يأكل بنفسه. يبقى انتقل كنتيجة لهذا النمو السريع في المينتال والفيزيكال أبيلتيز، انتقل من الديبندنسي إلى الاندبندنسي. طيب باخد 3 مع 4، 3 تؤدي إلى 4. non-awareness، ان هو مش داري هو مين وفين، الى ان في كومبلكس سوسايتي. مين الكومبلكس؟ مين السوسايتي، المجتمع المعقد اللي في وسطه الطفل قبل ما يدخل مدرسه؟ هو العائله اللي يميده في فاميلي، وعليه هذه العائله تصنع البيرسوناليتي بتاعته. الفاميلي والكالتشر، العائله والكالتشر بتاع المجتمع، الثقافه المجتمعيه، شيب اتس بيرسوناليتي، تصنع شخصيته. يبقى في البري سكول ايج خدنا 1 تؤدي 2، ان الرابيد انكريس في المينتال والفيزيكال ابيلتيز نقلته من الاعتماديه الى الاستقلاليه، دي رقم 2. طب الانتقال من عدم الادراك النون اويرنس الى ان في فاميلي، هذه الفاميلي بتشيب اتس بيرسوناليتي. ادي الاربع نقاط بتاعت البري سكول بيريود. نيجي للسكول بيريود بقى اللي هي من 6 الى 12. هاخد لك اول 3 مع بعض. ده ايفن بقى هيستقل عن البيرنتس، اندبندنت اتيتيودز من البيرنتس، انه راح المدرسه خلاص بيسيب البيرنتس والصبح مع ناس تانية. هيتعلم يليف ويز اذرز. اذرز دول هم مين بقى في المدرسه؟ السكول ميتس اللي هم الزملاء، والتيتشرز المدرسين. طيب وبعدين طب بره المدرسه بقى في فريندز، والفريندز دول بيصنع الصداقات بيزد على ايه؟ على الميوتوال انترست، على الاهتمامات المشتركة. هو بيحب يلعب كرة قدم وهو عنده مثلا 10 سنين، يبقى الأولاد اللي بيحبوا يلعبوا كرة قدم يلعب معاه، يبقى الاهتمامات المشتركة. يبقى أول 3 خدناهم مع بعض، إن هو انتقل بقى لما دخل مدرسة بقى انفصل independent من البيرنتس، وابتدى يتعايش مع الآخرين في المدرسة، السكول ميتس الزملاء والتيتشرز والمدرسين، وإيفن في فريندز اللي بيربطهم ببعض الهوايات المشتركة. نمرة 4، identification of same sex.
يعني يتعرف يتقمص نفس الجنس. لاقي الطفل اللي عنده 10 سنين يلاقي ابوه بيحلق دقنه، تبص ايه ماسك مكنه الحلاقه وبيحاول يحلق دقنه. البنت امها بتحط ميك اب، هو يتحط ميك اب زيها. يبقى ايدنتيفيكيشن يعني تقمص سيم سكس، but low interest in opposite sex. ولكن لا يعني لو في مدرسه مشتركه في ابتدائي الاولاد يلعبوا لوحدهم والبنات لوحدهم، ما عندوش انترست، ما عندوش يعني رغبه في التعامل مع الجنس الاخر. طبعا ده في المراهقه هيتغير بقى، هنلاقي بقى لما ندخل في فتره المراهقه نلاقي الولاد بقى مهتمين بالبنات جدا والبنات مهتمين بالولاد، ده ما كانش موجود في فتره الطفوله. نمره 5، defines his personal experience، يعني عنده بقى خبرة ورأي في كل حاجة بقى في المدرسة، ده حلو ده وحش، اللعبة دي كويسة دي مش كويسة، المدرس ده حلو المدرس ده تعبان and so on. وبعدين moral awareness، يبتدي بقى يعرف الـ الحاجات الأخلاقية. حتى تلاقي الأطفال يحبوا جدا عكس ما الناس فاهمة regulation، يعني يحبوا النظام في الفصل، ولو طفل حتى طلع عن هذا النظام يعني يقول استاذ استاذ الطفل ده عمل كذا، يعني هم عاوزين كل حاجه تمشي بصوره اخلاقيه moral awareness. وبعدين يتعلم السكيلز المهارات والفاليوز القيم الاجتماعيه واشياء اخرى. طيب انتقل بعد كده بقى لل development of thinking في childhood، تطور التفكير. في الفيرست تو ييرز اللي قلناها بقى فتره الانفنسي، بس يعني الميموري ديبيندز اون ريكوجنيشن، تعتمد الذاكره على التعرف وان ابيلتي تو ريكول وليس على الاستدعاء. وبقولها دي جمله مهمه جدا، يعني الام تسيب رضيعها اللي هو عنده عند اقل من سنتين وتروح الشغل وتقول ده البيبي اول ما بدخل عليه بعد الشغل على طول بيرفع ايديه وعاوز عاوز نشيله ويعيط لما يشوفني. اه ده ريكوجنيشن، انما مش عاوزك تتاسي ان انت في الشغل كان البيبي عمال يقول فين ماما وراحت فين ماما. البيبي ما عندوش مقدره على الريكول، على الاستدعاء لما هو ليس موجود. وانس حضرتك اختفيتي من الاوضه هو نسيكي تماما، انما ساعه ما حضرتك هترجعي من الشغل وتظهري هيعمل لك ريكوجنيشن ويعيط وعاوزك تشيليه ان سو اون. فدي مهمه في ان احنا نفهم كيف يفكر الاطفال. في اول سنتين في ريكوجنيشن، في تعرف، لكن مفيش ريكول. طيب نمره 2، اللانجوج بيبتدي يتكلم شويه كلمات، لكن هذه الكلمات لا تعبر تماما لسه في اول سنتين عن ماذا يشعر، عن الايموشنز وعن الافكار الاون ايدياز اند ايموشنز. نيجي بقى زي ما كان عندي في الانفنسي اهم سؤال هو الادواليزم اللاثنائيه، اهم سؤال عندنا دلوقتي في الطفوله اللي هو الايجوسنتريك ثينكينج، التفكير الذاتوي. وده لاس يستمر up to 8 years، طبعا ممكن قبل 8 years انما لحد 8 سنين. يعني ايه تفكير ذاتوي؟ تفكير ذاتوي يعني ال 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 الطفل sees everything happening related to the self to himself، يرى ان كل شيء بيحدث متعلق بذاته. وتعالى نشوف بقى الخصائص العشرة لهذا التفكير الذاتوي، انا بحب اقسمهم 7 و3 عشان العشرة دول. أول حاجة distortion of reality، ومعناه تشويه الواقع، إن الطفل يتصور إن هو center of a limited world، إن هو مركز عالم محدود، إن هو الأوضة اللي فيها هي دي العالم بالنسبة له، وهو أهم واحد في الأوضة دي، لأنه قلنا كل حاجة related to himself، يعني أي حد داخل بحاجة يبقى جايبها له هو، مش جايبها لواحد آخر. بيتصور إن العالم محدود اللي هو الأوضة اللي هو فيها، لا يدري بقى ان بره الاوضه دي في حي وفي مدينه، والمدينه دي جزء من وطن والوطن جزء من قاره، ما يفهمش الكلام. هو فاهم ان المكان اللي فيه هو ده العالم وهو مركز العالم، كل واحد داخل بحاجه داخل عشانه، كل واحد جاي عشانه هو. طب تاني حاجه في الخصائص difficult in dealing with conceptual relation، صعوبه التعامل مع العلاقات العقلانيه. conceptual relation يعني العلاقات العقلانية، يعني أهم حاجة فيها السبيس والتايم، نو سبيس اور تايم ريليشن، ودي بتقعد اب تو 3 ييرز. يعني ايه نو سبيس؟ يعني ما يعرفش اليمين من الشمال، الرايت فروم ليفت،
طب تايم ريليشن، يعني لما تتكلم ما يعرفش، ما عندوش غير النهارده توداي، ما يعرفش بقى يسترداي امبارح ولا تومورو. واقول لك حاجه تاني لطيفه قوي، انا قاعد بتفرج على التي في وجيت طفل وقف قصادي، هو شايف التي في اللي واقف قصادي انا مش شايفه، لما اقول له ابعد تعالى مين وازعق له عشان خاطر عاوز اشوف، ما يبقاش فاهم انت ليه مش شايف التلفزيون. هو متصور ادام هو شايفه يبقى حضرتك لازم تبقى شايفه، مش متصور ان هو يقف عائق ما بينك وما بين شاشه التلفاز. ده اللي هو صعوبه التعامل مع العلاقات العقلانيه. انت بالعقل طبعا اللي واقف ما بينك وما بين التلفزيون هيمنع الرؤيه، هو ما عندوش دي، بس احنا ادينا مثال في السبيس والتايم. انا برضو بقول تاني لامهات المستقبل تبقى فاهمه الطفل، ما نزعقلوش ان واقف بيحجب الرؤيه عندنا فنزعق له، هو متصور ده هو شايف التلفزيون يبقى حضرتك شايف التلفزيون. طب نيجي نمره 3، الانيمستيك اللي هو ظاهره الاحياء. Every mobile object is living، كل ما هو يتحرك فهو حي. يبقى دول عروسه بتتحرك وبتغني تبقى هي حيه زيها زي اي طفل. واحد يقول لي ايه اهميه النقطه دي؟ انه لو الطفل مسك العروسه دي ورماها ويعني احنا عروسه راحت ولا جت؟ لا، نقول له ما ترمهاش، لان هو بيتصور انها حيه. فانت لو ما نبهتوش انه ما يصحش يعملها معامله سيئه، هيمسك طفل حي، ما هو فاهم ده حي وده حي، يرميها زي ما رمى العروسه، لانه انت سمحت ليه بانه يرمي عروسه وانت لانها عروسه مش شيء حي، مش هتموت لما ترمي، انما الطفل لما يمسكه ويرميه الطفل ده ممكن يؤذى، فتاخد بالك من دي. يبقى احنا بنحرص على العروسه اللي ما رميهاش لانه يعتقد انها حيه، حتى عشان ما يعاملش الاحياء بنفس الطريقه اللي عامل بيها العروسه. دي ظاهره الانيمستيك. جنراليزيشن اللي هي نمره 4 اللي هي التعميم. All objects open and close are doors، كل ما يغلق ويفتح فهو باب، لكن في حاجات تانية بتتفتح وتتقفل غير الابواب زي الدرج مثلا. انما هو يعمم، انا دام قلت له افتح واقفل الشباك اي حاجه تانية تقول له عليها افتح واقفل حتى لو درج يتصور انها تبقى شباك او باب. نمره 5، confusion between internal images and external happenings، اللي هو الكونفيوجن يعني حيره ما بين الاحلام، تداخل الاحلام انترنال ايمجز مع الاكسترنال هابينج مع الواقع، تداخل الاحلام مع الواقع. الطفل يعتقد ما يقدرش زينا يميز الحلم من الواقع، بيتصور انها كلها احداث حقيقيه، وعلى فكره دي ممكن تعمل لك مشكله تبقى انك كذاب مثلا. يعني يجي الطفل انت بتقول لجارك ان احنا امبارح ما خرجناش، طفل حلم امبارح انه راح جنينه الحيوانات، يقول له عمو احنا امبارح رحنا جنينه الحيوانات، هو حلم، فتبدو انت انك بتكذب. هو لان الطفل لا يميز الاحلام من الواقع. نمره 6، totally detached on his play، يعني مستغرق استغراق رهيب في اللعب، صعب تاخده، ما بيبقاش داري بما يحدث حوله. عكسنا احنا ممكن تبقى بتلعب واي واحد يقول لك ينده عليك ترد عليه، انما هو بيستغرق في اللعب جامد قوي. نمره 7، magical form of thinking، يعني تفكير خيالي. omnipotent thinking، يعني ايه omnipotent؟ omnipotent يعني يعتقد انه يستطيع ان يفعل كل شيء، انه يفعل مستحيل، do miracles، ممكن يعمل معجزات. هتقولي ايه اهميتها دي؟ انك لما نبقى بنتفرج على فيلم بتاع باتمان مثلا، وباتمان ده بيطير من الشباك، هو يتصور ده من الراجل ده بيطير انه ممكن يطير، فيروح ناطب من الشباك او البلكونه. وما زلت اذكر ابن للصديق، واحنا قاعدين كنا في عندهم في فيلا في الزمالك، في الحمد لله كنا في الدور الثاني، بعدين الفيلم بقى فيه باتمان بينط، الواد راح جري على البلكونه والولد راح ناطب من البلكونه. ثانك جاد ان كانت افرع الشجره يعني كثيفه جدا، افرع الشجره، بحيث لما نزلنا لقيناه نازل سليم جدا، لدرجة ما حاولنا نفهمه ان اللي عمله ده غلط، قاعد يستغرب هو غلط ليه؟ ما هو نط ويعني وزي الفل اهو، ما جراش أي حاجة. فلازم عشان كده في الأفلام في حاجة اسمها parent guidance، يعني وإحنا بنتفرج على الأفلام نبقى قاعدين مع أطفالنا، ما نسيبهمش يتفرجوا لوحدهم عشان نفهمهم إن ده الأفلام تختلف عن الواقع، ما يجري في الأفلام مش هو اللي بيجري في الواقع. دول أول 7 حاجات اللي هو distortion of reality، تشويه الواقع،
difficulty in dealing with conceptual relations، صعوبة التعامل مع العلاقات العقلانية سواء المكان والزمان space and time، animistic اللي هو ظاهرة الإحياء، أربعة generalization التعميم كل ما يفتح ويقفل فهو درج، خمسة confusion between internal images and external happenings تداخل الأحلام مع الواقع، totally detached on his play مأخوذ بما يلعب، وبعدين magical form of thinking ان هو بيعتقد انه اللي بيحصل في الفيلم الامني بوتنت هو يستطيع ان يفعل مستحيل دو ميراكلز. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ At the age of 6 years لما يبلغ 8 سنين وحتى قبل ذلك thinking becomes more formal. formal يعني المقيد اكتر بقى، يعني مش تفكير حر. That is rational يعني تفكير رشيد وحكيم، ولوجيكال يعني منطقي. الطفل بقى التفكير الغريب ده بيتغير لتفكير حكيم ورشيد ومنطقي. رياليتي مور ديلينيتد اند ريسبكتد، يعني في هذه الحاله يعني الرياليتي الحقيقه واضحه ولا بد ان نحترمها. بيبتدي الطفل يتعلم بقى ان الكلام ده كله مش صحيح، انه يفهم ان الواقع شيء والاحلام والاشياء الاخرى شيء اخر. في حاجه اسمها هايبوثيتيكو ديدكتيف ثينكينج. هايبوثيتيكو ديدكتيف يعني النظريه والاستنتاج، تفكير النظريه والاستنتاج، ان هو كونسيدرز ان تيست الايدياز اوف اذرز. طه علي بيقول لي من فضلك ادينا مثال للهايبوثيتيكو ديدكتيف ثينكينج. انا افتكر كان عندي ابن اختي، فهو دلوقتي متصور انه اقوى واحد، فيقول لي خالو انا اقوى منك، يعني شوف هو حط ايديا ويتست الايديا دي. معنا على فكره انا بلاقي بعض الاباء والامهات يقولوا انت طبعا اقوى، انت فضل. غلط كده، الطفل مش هيتطور تفكيره للتفكير السليم يعني. فالصح ده انا اقول له لا، انت مش اقوى مني، انت صغير انا كبير، لكن لما تسمع كلام مامي وتشرب اللبن وتاكل كويس وتكبر يبقى عندك عضلات تبقى اقوى مني. كده نساعد الطفل في انه يصل للادراك الصحيح للتفكير الحكيم وللتفكير المنطقي. طب هو مش مصدق ان انا اقوى منه، فاقول له خالو نجرب. طب اقول له يلا تعالى نلعب ريست، امسك ايده وهو يمسك. لو انا هنعمل بقى الطريقه الهبل انك تسيبه يغلبك، فتشوه تفكير الطفل ان هو فعلا اقوى يقدر يغلب الكبير، ومش عبط منك ولا صغر عقل انك انت توري له لا انا ما زلت اقوى، انا ما اقدر اغلبك اهو. طب انت عاوز تبقى اقوى مني وتغلبني؟ تسمع كلام مامي وتشرب اللبن وتاكل كويس. ده اللي هي النظريه والاستنتاج، هايبوثيتيكو ديدكتيف ثينكينج، ان هو الاول بيحط ايديا، ايه الايديا؟ ان هو اقوى واحد في الدنيا، ويتست الايديا دي مع الاخرين، يعني يقول لك انا اقوى، شوف انت هتقول ايه، رايك فيها ايه، ويعمل ريال تيست اللي هو زي ما نلعب مع بعض. انا بقى اهو بنصح الاباء والامهات ما تشوهش تفكير الطفل، لازم تقول له الحقيقه الصحيحه عشان يتطور تفكيره للصح، ليس صغر عقل انك انت يعني تقول له لا انا اقوى، والا مش هيتعلم. فين الصح؟ طيب ننتقل لل developments of emotions، يعني تطور الانفعالات في البري سكول ايج، ان الطفل بيexpress الايموشنز as actual sensory experience. خد بالك بقى، يعني الايموشنز التعبيرات العاطفيه بتعبر تماما عما يشعر، sensory experience. وزي ما بقول ما دي براءه الاطفال بري سكول ايج اللي هو قلنا من ال 6، ان احنا ككبار ممكن تستعبط على واحد كبير تبقى انت مش طايقه وتضحك في وشه، يبقى هنا الايموشنز لا تعبر عن ما تحس، انما لا في الطفل هو الايموشن ساعته تعبر عن السنسوري اكسبيرينس. وبعدين الطفل بيفوكس الايموشنز على سبيسيفيك اوبجكتس او بيرسون. طبعا البيرسون ده معروف ان الطفل بيبقى متعلق ماسك
في امه ده البيرسون، لكن في اوبجكت كل طفل، دي برضه بقولها مهمه جدا، بيبقى مرتبط ارتباط وثيق بلعبه معينه وليكن دبدوب معين حتى هو اللي انا رسمه لك، ولا زلت اذكر وبحب احكي قصه عشان خاطر تفتكر انه يعني ايه ماسك في سبيسيفيك اوبجكت. كنت رايح مع مجموعه من الاصدقاء ومعاهم الطفل بتاعهم، رايحين في كوتج على بحيره كده، يعني نروح نقضي كام يوم، تابعوا 3 ساعات. بعد ما مشينا ساعه اكتشفوا ان هم نسيوا الدبدوب بتاع الطفل، والطفل قاعد يعيط عاوز دبدوب. تصور ما ينفعش نقول له نجيب لك اي لعبه تتلهي فيها تانية. رجعنا اول ذا واي ساعه كامله من الزمن عشان نجيب له اللعبه اللي هو متعلق بيها، والا الطفل ده هيبقى ديستيرب الايموشنز بتاعته، هتعرضه لسيباريشن لا قبل له. اللعبه اللي هو متعلق بيها الفوكس عليها الايموشنز بنفس اهميه الشخص اللي هو متعلق بيه اللي هي الام. فلازم نحترم تفكير الطفل. نمره 3 ان الطفل ديبندنت اون هيز ماذر، مفهومه. بعدين نمره 4 ايزلي ديستراكتد فروم انبليزنت تو بليزنت اكتيفيتي. احنا عندنا لو انت زعلان مهما نقول لك يا عمي فوت تعالى، لا ماليش مزاج. انما الطفل سهل جدا، كان بيعيط تدي له حاجه لطيفه يضحك، يبقى easily distracted from the unpleasant to the pleasant activity. نمرة 5 learns to direct the proper response to proper situation. نعلمه انه بص احنا قلنا خارجين فما تعيطش، عيط يبقى مش هنخرج، لان احنا دلوقتي هنعمل حاجه تبسط، يبقى اسكت. فيتعلم ان يسكت بقى وما يقعدش يعمل، يبقى البروبر ريسبونس ان يسكت، لان احنا السيتويشن ان احنا هنفسحه. نمرة 6 displays curiosity about sex، يعني شغف في الجنس والديفرنسز ان سكس. يعني يجي يقول لك مثلا انت ليه عندك شعر؟ عشان انت راجل. لواحده ست انت ليه عندك صدر؟ عشان هي ست. يبقى عنده كيوريوستي في الـ في الـ في الاجناس، مين الراجل والست وايه الفرق ما بينهم. وبعدين attach it to the parent of opposite sex، ودي حاجه معروفه جدا، انه احنا قلنا بايدنتيفاي يتقمص نفس الجنس، يعني الطفل يتقمص ابوه ويحاول يحلق دقنه، الام البنت تتقمص شخصيه امها وتحاول تحط ميك اب قصاد المرايه. انما اتاتشد تو بيرنت اوف اوبوزيت سكس، يعني البنت حبيبه ابوها والابن حبيب امه، وده يعني لها جذور جنسيه ان هو التجاذب ما بين الجنسين، فالطفل يتجاذب لامه والطفله لابيها، ده بالعكس. ويبقى في رايفري يعني تنافس with parent of the same sex، يعني الطفل عاوز هو اللي يبقى مستاثر بامه مش ابوه، والطفله مستاثره بابيها مش امها، ويغيروا جدا لو حصل مثلا تبادل عناق او تبادل قبلات ما بينهم قصادهم، يحسوا انه بياخد حقه. عشان كده بقول لابد ان قصاد الاطفال نراعي ما نعملش الحكايه دي، لان ده بتديسترب الايموشنز على الطفل، بيحس ان ابوه بيتنافس معاه على امه، والبنت تحس ان امها بتتنافس على ابيها، وتصل في الحاله المرضيه الى اوديبال كرايسيس، عقده اوديب اللي عبر عنها الكاتب ويليام شكسبير، اللي هي بلغت طبعا حد يعني باثولوجيكال مرضي، اللي هو في الشاب اللي كان بيمارس علاقه حميميه من كتر ارتباطه بامه، بيمارس علاقه حميميه مع امه، دي حاجه باثولوجيكال، باثولوجيكال مرضيه، لكن لها جذور فسيولوجيه اهي، اللي هي ايه؟ ان كل طفل يبقى اتاتش للبيرنت اوف اوبوزيت سكس، الطفل حبيب امه والطفله او البنت حبيبه ابوها، ويغار الطفل من ابيه والطفله تغار من امها. طيب نيجي نمره 7 جيلسي from other children، ان هو بيبقى غيران من other children. وبعدين نمره 8 النيجاتيفيزم، اللي هي فعل العكس، doing the opposite. ودي مهمه جدا. ولا تعلن ان الطفل مش كويس. يعني وعاوز اعلمها لكم، طفل ماسك حاجه ثمينه وواقف فيها في البلكوني في البلكونه، فانت خايف يرميها، عارف قلت له اوعى ترميها، هيروح يرميها على طول. فدي غلطه في التربيه، انت ما تلاقيه ماسك حاجه ثمينه تتسحب كده بهدوء وتروح له في ايدك حاجه تانية وتقول له هات دي يا بابا، اللي هي الحاجه اللي ذات قيمه، وتدي له حاجه ملهاش قيمه. لان جزء من خصائص الطفوله اللي هي النيجاتيفيزم، doing the opposite، ده الطفل بيتعلم نو بيفور يس، الاعتراض قبل الموافقه. وده على فكره
لانه جزء في محاوله اثبات شخصيته. ما هو الشخص اللي بيوافق يبقى ده تابع، فهو عاوز يثبت ان هو لا هو مختلف عن الكبار، فعشان كده بيتعلم نو اب يس. نيجي في السكول ايج، ايموشنز جرو سلولي اند ستيدلي، تنمو العواطف بصوره ثابته وبطيئه، ولكن في فيور ستورمز، يعني ممكن الطفل بلا سبب وجيه ان الطفل يصرخ جامد، يعني في عاصفه يعني عاطفيه، موجه من يعني يعني جامده كبيره من الـ من الـ من الـ من الانفعال. فده شيء طبيعي في الطفوله، مش معناه ان الطفل يعاقب عليها. نبقى فاهمين نفسيه الاطفال، ان الطفل الايموشن بتنمو بصوره يعني بطيئه وبصوره ثابته، لكن every now and then بيحصل ستورمز، عاصفه عاطفيه. extended relations، دلوقتي هو لما راح المدرسه ابتدى يعمل extended relations، ما بقتش العلاقه مع البيرنتس بس، بقت العلاقه مع الميتس سكول ميتس، زملائه مع التيتشرز، فده هيقلل الفايلنت كونفليكت ويز بيرنتس. يعني كان تملي بيتشاكل مع ابوه وامه كتير، لما يروح المدرسه ويبقى عنده صداقات تانية المشاكله تقل. ليه بقى؟ لان حصل دايليوشن للمونوبولي اوف ايموشن. مونوبولي يعني احتكار الايموشن، بدل ما كانت الايموشن محتكره في الاب والام، لا الايموشن دلوقتي بقى موزعه كمان على اقرانه في المدرسه وعلى مدرسيه، فده يقلل من الفايلنت كونفليكت، الصراعات العنيفه مع الاباء. طيب ثلاثة، learns to deal with inner tension، يتعلم الطفل انه يتعامل مع inner tension و adjust to the external conditions. وبقولها حتى في حكاية بسيطة، ان يوم ما بنروح بالاطفال للمدرسة الطفل بقى لبس واخد معاه بقى الاكل ومبسوط بقى، فاكر رايحين جنينة، وبعدين فجأة الاب والام راحوا رامينه في المدرسة، فتلاقي في اول يوم كل الاطفال بتعيط، لان ما سيتويشن مش متوقعينه، انه بعد ما رايحين الفسحه الاب والام فجاه وبلا مبرر رموه في المدرسه، فيبقى في انر تنشن. لو رحت بقى تاني وتالت يوم هتلاقي الاطفال ابتدوا بقى خلاص، ان الاباء والاماء دول يتمتعوا بالنداله، وكل يوم هيرموهم في المدرسه، عليهم ان هم يبسطوا روحهم بقى. يبقى يديل وذ ذا انر تنشن وادجاست تو ذا اكسترنال كونديشنز، بقى يمسكوا روحهم ويبتدوا يحاولوا يلعبوا. واكسبت فراستريشن، ديفينتلي في خيبة أمل إن الأب والأم اللي مفروض طول بيرعوهم فجأة رموهم في حتة وسابوهم، فيتقبلوا الفرستريشن الإحباط ويسيك ساتسفاكشن ويسعوا وراء الانبساط، ساتسفاكشن والبليجر. ده الديفلوبمنت اوف ايموشنز. نيجي موتور ديفلوبمنت بقى، نمرة ثلاثة، سمبل ريفلكسز. الأول بتبتدي بقى ريفلكسز الاطفال، دين سمبل موفمنتس، ده طبعا لو خدناها من لحظه الطفوله خالص من الرضاعه يعني. بعدين تعلموا الووكينج، قلنا في 15 شهر، بعدين الرننج والجامبينج يجروا ويتنططوا، بعدين الكوردينيت كومبلكس موفمنتس يتعلموها، وبعدين ده بيزود طبعا لما يعملوا بقى كوردينيت كومبلكس موفمنت زي ما يلعبوا بقى الاطفال جمباز وما شابه، فطبعا ده ويعرف بقى يعني يلف ويجري وينط وحاجات من هذا القبيل، ده يزود السيلف كونفيدنس، الثقه في الذات، وال اندبندنسي اللي هو الاعتماديه. ذن يتعلم هاو تو مانيبيليت اوبجكتس عن طريق الترايل والايرور. انت بتلاحظ حتى الاطفال اكتر دلوقتي، الاطفال في عصرنا الحديث ده، يعني اديله كمبيوتر اديله سمارت فون تلاقي يعني بيتعامل معاه احسن منك بالترايل والايرور، بيتعلم مانيبيليت اوبجكتس، وبالتالي بيتعلم يعني سكيلفول موفمنتس، الحركات اللي هي ماهره. نيجي اللانجوج ديفلوبمنت بقى، قلنا عند 5 لـ 8 شهور بابل يعني ان هو المناغاه، عارف لما يعمل صوت كده حرف بابا حاجه كده البابلز، عن 9 شهور يتعلم اول كلمه ماما او بابا، عند سنه 12 شهر لازم الطفل الطبيعي يتعلم يبقى عنده 3 كلمات. يبقى انا عاوز ناس تدقق ازاي تقول ان انا طفلي بيتطور كويس في اللغه، المفروض عن 9 شهور يقدر يقول كلمه، عند سنه نهايه سنه لازم يقول 3 كلمات. طبعا سنه ونص بقى 18 شهر
كومبايند ووردز، يبتدي يقول جملة بقى، يحط كذا كلمة مع بعض. ده في سنة ونص. طب سنتين لازم يبقى عنده 200 كلمة، 5 سنين 5000 كلمة، والبيزك جرامر يعني يقول على الأنثى هي، يقول على الذكر هو، ده البيزك جرامر. وعشان كده أنا بقول لكم حاجة لطيفة جدا، إمتى تقول إن أنا بتكلم لغة بلد معانا؟ لو بقيت تماثل في هذه اللغة طفل عنده 5 سنين، عندك الفوكابلوري بتاعك 5000 كلمة وماسترينج البيزك جرامر. حتى هنا لطيفة، هو عن سنتين 200، عن سنتين 200، عند 5 5000، عند 5 5000. طب ايه الفاكتورز افكتنج لانجويج ديفلوبمنت؟ طبعا الماتوريشن والليرنينج، اللي هو ليرنينج هنا هنعتبرها عامل بيئي، وعامل وراثي اللي هو الهريديتري نمرة 2، والانتليجنس والذكاء نمرة 3. دي العامل اللي هي بتتحكم اول 3 عوامل، ماتوريشن وليرنينج نمرة 2، هيريديتري الوراثة نمرة 3، الانتليجنس. طيب نمرة 4 و5، ثواني بس بنظبط، 4 و5 اللي هي السوشيو اكونوميك ستيتس، يعني طفل في أسرة غنية معتنى به يتعلم أسرع من طفل جعان مهمل بسبب أنه بيئة فقيرة. بس سوشيو اكونوميك ستيتس هتأثر، دي نمرة 4 على فكرة بس كان مكتوبة خطأ 3. وبعد نمرة 5 السكس، معروف طبعا البنات أحسن في الولاد في تعلم اللغة، بيتعلموا اللغة أسرع earlier وbetter than males. البنات أحسن بكتير في اللغات من الولاد، تعلموها أسرع وأفضل. طيب نمرة 5 moral development، النمو الأخلاقي. first في الأول الطفل بيتعلم الصح والغلط judged by the external direction and authority، من authority اللي هي السلطة اللي هي ممثلة في الأبوين أو في المدرسة وممثلة في المدرسين، والإكسترنال directions ده first، يعني يعرف الغلط بالصح ازاي، الرايت بالرونج، ما يعاقب عليه خطأ، ما يثاب عليه صحيح. يبقى هنا اللي بيعرفه الصح من الخطأ مش هو، مش ضميره، اللي بيعرفه عامل خارجي، الاكسترنال دايركشن، الثواب والعقاب، السلطة. اللي عاقبوه عليه يبقى عارف ان ده حاجة غلط لانه عوقب عليها، اللي يثاب عليها يبقى حاجة صح. ثم يتكون الضمير الكونشنس في سن 5 ل7. طب عشان كده بقى بعد 7 سنين يبقى جادج باي انر كود، اللي هي بدل ما كنا اكسترنال، بدل ما يبقى جادج بحاجه خارجيه بقى بحاجه داخليه، الشفره الداخليه اللي هي الضمير. الانر مورال فيلينجز اقوى من الاوتر ريستريكشن، عند 7 سنين بيبقى الضمير الداخلي اقوى من الحاجات اللي هي الخارجيه. ف الطفل يحس شيمفول يعني خجلان، وجلت يعني ان هو مذنب، لو اجنورز المورال ستاندرز، لو تجاهل القيم الاخلاقيه الاساسيه. وهنا عملوا تجربه لطيفه جدا انه ازاي ان الانر كود بيبقى قوي جدا، يعني جابوا اطفال بعد سن 7 سنين طفلين، وبعدين هم قاعدين لوحدهم وبنصورهم بالكاميرات، فطفل معاه كرة، الطفل التاني حاول ياخدها منه، الطفل ده زق الطفل عشان ما ياخدهاش منه، وقع الطفل عيط. فعارف ايه اللي عمله؟ يبقى هنا مفيش حد هيعاقبه ولا حد شايف ولا هو يدري ان هو في كاميرات بتراقب، لان ان الطفل راح ابتدى يطبطب على الطفل اللي هو اذاه ويهدئ من روعه واداله الكرة. يبقى هنا مين اللي تحكم؟ مين اللي قال له الصح من الخطأ؟ مش الاكسترنال دايركشن، مش الاثوريتي، مش السلطه، مش العقاب والثواب، انما الانر كود الكونشسنس اللي هو الضمير، انه عارف ان تصرفاته بتؤثر في الاخرين، وبيحس بخجل واحساس الذنب لو تجاهل ذلك. طب نيجي بقى الريليجيوس ديفلوبمنت، يبقى خد بالك في المورال قبل ما ننتقل للريليجيوس ديفلوبمنت، سن 5 ل7 ده مهم جدا، اللي هو
بزوغ الضمير، قبليه الاثوريتي السلطه والاكسترنال دايركشنز، بعديه الانر كود. نيجي ريليجيوس ديفلوبمنتس اللي هو السبيريتشوال فاليو، القيم الروحانيه. الطفل بيأسك اباوت المارفلس فينومينون، مارفلس يعني الظواهر المبهره. يبتدي الطفل يسال ايه السما دي، ايه النجوم اللي بتملاها، ايه القمر and so on. والسوبر ناتشورال امبليسيتي اللي هو القوه القويه جدا القادره والمقدره التي نسميها الله، اللي هو الانليميتد انسين باور، القوه الغير محدوده الغير مرئيه اللي هي ربنا سبحان الله. يسال عنها مين اللي عمل الكون ده، ده السوبر ناتشورال امبليسيتي اللي هي القوه اللي فوق الطبيعه القادره والمقدره. وقلنا ان من سن 5 ل 7 كان بيكون ضمير، هنا برضو بنبتدي بقى ده ابتدى يبقى عنده ضمير، نيديوكيتد تو براي، نعلمه الصلاه، ايديوكيتد تو براي انه يصلي. فاينلي لما يكبر كل واحد فايندز جاد ان هيز اون واي، وده معناه ان كل واحد بيتعرف على الله بطريقته حتى وهو داخل العقيده اللي هو موجود فيها. كل واحد عنده رؤية خاصة شخصية جدا لله وعلاقة خاصة مع ربنا، وهو في نفس العقيدة اللي هو ولد عليه لكن عنده علاقة خاصة. ده معنى بيجد الله بطريقته. نيجي نمرة 7 development of socialization. socialization اللي هو العلاقات الاجتماعية، 1 to family the basic relation with the mother، يعني العلاقة الأساسية مع الفاميلي هي ممثلة في علاقته مع الأم. This relation is projected، يعني بتظهر في all child relations later on، في كل علاقات الطفل لاحقا. في بقى 3 types of relation should be avoided، وهنا برضو عاوز أمهات المستقبل يسمعوني. في 3 طرق في التربية يجب أن نتفاداه، لأنها تنتهي بطفل طالح، طفل غير سليم. أول حاجة الريجكشن. ريجكشن يعني الرفض، علاقة رفض. هنا على فكرة أول ما بقولها بيتصور الناس إن هو الرفض يعني الأم بترفض، لا، تصور هنا بقى المعنى تاني خالص. إن في الريجكشن أتيتيود طلبات الطفل بتلبى بصورة أوتوماتيكية، يعني الطفل عاوز حاجة خد فلوس يا بابا روح اشتري، عاوز لعبة خد يا بابا على طول. طب هنا فين الرفض؟ ما هم يعني ال child needs are automatically، يعني ال response ليها automatically. هنا الأم رفضت أن تعطي الطفل أهم شيء، عارف هو إيه؟ وهو الوقت. مش أهم شيء هو الفلوس. المفروض لما الطفل يجي يسألنا أنا عاوز حاجة، نسأله عاوزها في إيه؟ نناقشه ونلبي بعض الطلبات ونرفض بعض الآخر، وهتستخدمها في إيه؟ أهم حاجة نديله الوقت. مفتدين الوقت، الوقت ده أسمى ما عندنا. أقول لك زي ما بقول في نهاية العمر يعني مش هنخلص آخر قرش معانا، هيتوفر الله غالبا ولسه في شوية فلوس، مش هندوب آخر يعني ثوب لابسينه، لكن يوم يتوفر الله بنبقى خلصنا الوقت آخر ثانية. أثمن ما في هذه الحياة هو الوقت. فهنا الريجكشن نعني به ان رفضت الام ان تعطي ابنها وقت للتفاهم معه، وبقت تلبي احتياجاته بصوره اوتوماتيكيه، فسميناها ريجكشن اتيتيود. يطلع الطفل ايه الاوت كام بقى بتاع الطفل ده؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هو ما اديتوش الحب ممثلا في ان تديله وقت كافي، فيطلع الطفل ده لا يحب احدا مع انه كل طلباته كانت بتؤدى بصوره اوتوماتيكيه. يبقى child have no capacity to love as the mother does not love him، ما حبتوش، انما كانت الحاجات بتلبى provided in a mechanical way، اهي needs are provided in a mechanical way. يبقى ما نديش اطفالنا الحاجه بصوره اوتوماتيكيه، لا، نناقشه ونتفاهم ونديله وقت. طيب تاني طريقه بقى اللي هي العكس، اوفر بروتكشن، الحنو الزائد، اوبوزيت تو ريجكشن، ان الطفل بنحنو عليه بطريقه زائده، يا بابا لا احنا هنلبسك،
ينزل السلم، لا نمسك ايدك، لا يعني الام حريصه جدا على الطفل، اوفر بروتكشن، الحنو الزائد عكس ريجكشن. طب يطلع الطفل ده ايه بقى؟ اكستنشن تو هيز ماذر، اللي هو التعبير بالبلدي ابن امه، امتداد لامه، وبالتالي معتمد على امه، شاي خجلان ديبندنت، معتمد عليها، اند اماتيور، غير ناضج. حتى بعد ما يكبر ويتزوج مثلا، كل ما مراته تقول نعمل حاجه هسال ماما، ما هو اتعود كل حاجه ماما بتعملها له. يبقى الحنو الزائد ده هيطلع طفل ابن امه خجول، شاي ديبندنت اند اماتيور. نيجي اسوأ طريقه في التربيه، وهي الطريقه الثالثه، وهي الاراتيك اتيتيودز، وما ترجمتها الى اللغه العربيه الموقف التأديبي المتذبذب. يعني ايه؟ يعني ان الطفل يثاب ويعاقب، تصور، على نفس الشيء depending على ال prevailing mood of the mother، يعتمد على النفسية بتاعت الأم. يعني أم فايقة كده ورايقة جدا والطفل بيغني، فتقعد تسقف معاه بقى ومبسوطة آخر انبساط. طب هي عاوزة تنام والطفل ابتدى يغني، تروح لطشاه. الله، يبقى مرة الغنى بيثاب عليه والطفل الأم مبسوطة وبتغني معاه، ومرة تاني لأن مزاجها ما كانش رايق خبطته. تفتكر الطفل ده يطلع إيه؟ مش عارف صاحب الغلط، فاقد الثقة في أمه وفي المجتمع وفي نفسه، يطلع إنسكيور. ده الموقف التأديبي المتذبذب. يبقى لازم عندنا موقف تأديبي صحيح، إن دي حاجة يثاب عليها ودي حاجة يعاقب، لكن مش لنفس الشيء نثيب ونعاقب تبعا للمزاج السائد. أهو ده الموقف التأديبي المتذبذب، اللي هو الإيراتيك أتيتيود، اللي هو for the same thing that child is accepted، يعني مقبول، or tolerated في مرة، يعني متحملين ومتقبلينه، or disapproved وpunished depending على إيه؟ معتمدا على ال prevailing mood of the parents. الاوتكم ان الطفل ده مش عارف صح من غلط، انسكيور، فاقد الثقه، lack of confidence and mistrust، فاقد الثقه، غير امن، ومستراست في الاخرين، لا ثقه في الاخرين. يبقى دي ثلاث طرق من التربيه يجب ان نتفاداها: الريجكشن اللي هو الرفض، اللي هي ان نلبي الاحتياجات بصوره اوتوماتيكيه دون ونرفض ان نعطيه الوقت الذي هو الحب، فيطلع الطب فاقد الحب. اوفر بروتكشن، الحنو الزائد، يطلع اكستنشن لهيز ماذر، يطلع شاي وديبندنت اند اماتيور، غير ناضج وخجول ومعتمد. ايراتيك اتيتيود اللي هي الموقف التاديب المتذبذب، يثاب ويعاقب على نفس الشيء تبعا للمزاج، البريفيلينج مود اوف ذا بيرنتس، فيطلع فاقد الثقه في نفسه وفي الاخرين. طبعا كنا قلنا في محاضره سابقه بقى الطرق الصحيحه، اللي هو البوزيتيف رينفورسمنت والنيجاتيف رينفورسمنت، التعزيز الايجابي والسلبي، ازاي نقوي التصرفات السليمه في الطفل. يبقى تعزيز معناها ان احنا نقوي التصرف، انفورسمنت يعني بنخلي التصرف يتكرر، يقوى، ده معنى انفورس. بوزيتيف يعني ايه؟ امال ايه الفرق بين بوزيتيف ونيجاتيف؟ قلتها لكم قبل كده في المحاضره بتاعتها، انه لو انا مثلا طفل هيرتب اوضته فبديله مكافاه، يعني يبقى في حاجه بوزيتيف هنا، يبقى انا هيقعد يرتب وهيعيد ترتيب الاوضه كل يوم لانه كل مره بنديله مكافاه، ده تعزيز ايجابي، بوزيتيف انفورسمنت. او هيرتب اوضته يبقى برضه في تعزيز انفورسمنت عشان يتخلص من صراخ الام، يبقى ما هيرتب الاوضه الام هتبطل تصرخ، يبقى هنا في حاجه نقصت، عشان كده يسموها نيجاتيف رينفورسمنت. يبقى النيجاتيف والبوزيتيف رينفورسمنت الاثنان بيقووا من تصرف الطفل، بس بالبوزيتيف باضافه شيء اللي هي المكافاه، النيجاتيف باختفاء شيء وهي صراخ الام. وطبعا في العقاب، وقلنا ايه العقاب التاديبي في المحاضره وقتها. وطبعا نمره ثلاثه بقى في تربيه الاطفال صح، ان نديلهم انكونديشن لاف، يعني حب غيره مشروط، مش لما يجيب نتيجه كويسه نحبه، ما يجيبش نتيجه كويسه ما نحبوش، ونوع والتمييز بقى بين الابناء تبعا للبرفورمانس، كلام زي كده خالص. لازم حب غير مشروط وسواسية لكل الأبناء، ده التربية الصحيحة، بس دي مش موضوعنا النهاردة. طب نيجي العلاقة مع الأدلتس. There are two sorts of relation: dependency، يعني اللي هو معتمد على البيرنتس، ودي قلنا حاجة يعني الطفل لسه بيعتمد على والديه on parents، وبعدين negativism اللي هي فعل العكس، وقلنا ليه بيعمل العكس يعني، وليه بيتعلم no قبل yes،
to prove الانديفيدواليتي عشان هو ان هو مستقل عن والديه، هو لو وافقهم يبقى هو امتداد ليهم، لكن لما يعترض يبقى هو له شخصيته. طيب the child becomes tolerant not confused to ambiguity، يعني متقبل الامبيجوتي اللي هي المشاعر التناقض، انه في كل شخص بنتعامل معاه في اوجه بنحبها فيه وفي اوجه ما بنحبهاش، يبقى tolerant متقبلها. وبعدين نمره سي weans himself from adults، يعني يفطم نفسه من الكبار و getting used of trial and errors، يعني يتعلم يعمل حاجات بنفسه بالترايل والايرور اللي هو التجربه والخطا، يعرف انه دي يعني لما يكرر اشياء انه مثلا المفتاح ده في الباب ده لازم يدخل مقلوب، هنا لازم يدخل مفتوح، لما يتعامل مع الكمبيوتر يتعامل مع السمارت فون بالترايل اند ايرور يعرف يتعلمه بنفسه بقى، مش معتمد على الكبار. and learned that independency is mutual، ان الاستقلاليه ثنائيه، يعني ايوه انت يعني تستقل الاخرين برضو يستقلوا، يبقى مش تستقل في الحقوق دون الواجبات، لا يعني ادام عاوز تستقل يبقى لك حقوق معينه يبقى تقوم بواجبات معينه، وهم نفس الكبار لهم نفس الفكره. طب العلاقه to other children، فيرس بيبقى علاقه الاطفال ببعض لما طفل صغير قوي يبقوا indifferent، يعني تقول له يا بابا تعالى العب مع الطفل اللي جه الجار، مش عاوز يكلمه خالص. طب then لما يقبل يلعب معاك بص تلاقيه مسكه برنوا علقه هوستايل، يعني عدواني وجيلس وغيران منه. ليتر اون هيبقى كوبرتيف فريند، يبتدي يلعب بقى وعاوز يجيب الطفل اللي ساكن في العماره يلعب معاه. يبقى الاول انديفرنت يعني غير مبالي، مش عاوز يلعب مع الاطفال، وبعدين لما يلعب يبتدي بقى بعدوانيه هوستايل انجيلس، اند ليتر اون يبقى كوبرتيف فريندز. الرايفري اللي هو التنافس is essential for psychological growth، وده بيحدث ما بين عمر 3 و5 سنوات. واحسن مثال ليها اللي هو لما سيبلنس اللي هم الاطفال، انت عارف طفل ما بين 3 و5 سنين وبعدين جه اتولد بيبي سيبلنت اخوه بيبي كبير رضيع، فلقى ابوه وامه اللي كانوا مهتمين بيه تحول اهتمامهم الى الرضيع، يبقى هيبتدي ايه بقى يحصل تنافس، ده يبتدي حتى البيبي ده تلاقيه ابتدى يبقى اجريسيف وابتدى يعمل على نفسه بعد ما كان متماسك وحاجات زي كده. فالرايفري دي لازم ناخد بالنا منها انها لها جانب يعني كويس، التنافس ده ان هو هيحاول يبقى افضل يسمع الكلام عشان يحبوه اكتر من اخوه، فمهمه للسايكولوجيكال جروث، لكن لها جوانب سيئه ان زي ما قلنا الطفل اللي هو بعد ما كان بيتحكم في البراز فقد التحكم او ابتدى يبقى اجريسيف. بكده يبقى خلصنا المحاضرة التاسعة وهي خاصة بالديفلوبمنتال سايكولوجي بالإنفانسي، فترة الرضاعة وفترة التشايلدهود. أشكركم على حسن متابعتكم وأسأل الله لجميعكم التوفيق، وإلى أن نلتقي مجددا أتمنى لكم كل الخير. شكرا.